السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أخبار خفيفة. عاش أسود داخلية المملكة العربية السعودية. حرس الحدود السعودي يحبك أكبر عملية تهريب المخدرات في تاريخ المملكة. إليكم التفاصيل. متابعينا لأول مرة رجاء الاشتراك في القناة، تفعيلوا الاشتراك ولا تنسونا دعمكم بلايك حتى ننقل لكم كل ما هو يلين إليكم. إحباط تهريب 682 كيلو جرام حشيش و 194 ألف قرص إمفيتامين والقبض على 73 متهما. أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود إحباط محاولات تهريب 682 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر و 62 طن من نبات القاتل المخدر وأكثر من 194 ألف قرص إمفيتامين المخدر، وذلك في مناطق جازان ونجران وعسير وتبوك. وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني بأن الدوريات الأمنية ألقت القبض على المشاركين في محاولة تهريب هذه المخدرات، وعددهم 73 متهما منهم 20 مواطنا سعوديا و53 مخالفا لنظام أمن الحدود بواقع 26 من الجنسية الإثيوبية و23 من الجنسية اليمنية واثنين من الجنسية الباكستانية واثنين من الجنسيتين السودانية والإرترية. وأضاف المتحدث أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص. في نهاية الفيديو نتمنى أن نكون قد وفقنا في عرض الخبر، ونشكر الداخلية السعودية على هذا المجهود. متابعين، لو عجبكم الفيديو رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.